اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا فاطمة من الضعف فقال يا فاطمة أتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه تلال النور كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل فما كانت إلا سعد وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة أفواهي فقال يا أم إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فقل حسن نعم الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله تعالى لندخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي يا صاحب حوزي قصاص دلاك فدخل معه تحت الكساء فما قالت الله سعد وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة أفؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فجن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي يا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أم الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخيك ابن عم رسول الله فقلت نعم إنا فقلت نعم ها وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تعذرني ان نكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا اخي ويا وصي وخليفتي صاحب لواء قد اذنت لك ودخل علي تحت الكساء ثم اتيت نام الكساء وقلت السلام عليك يا ودا يا رسول الله تعذرني ان نكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنت يا وددي قد اذنت لك ودخلت تحت الكساء فلما اكتمل جميعا تحت الكساء اخذ برسول الله فضرب الكساء ومن يبدلي هنا على السماء وقال اللهم ان هؤلاء على بيت وخاصتي وحمدي لحمهم لحمي دمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم يازنني ما يازنهم انا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن احبهم انهم مني وانا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعاذب عمر وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات اني ما خلقت سماء مدينة والارض مدينة قمر منير وشمس مدينة فلك يدور ولا بر يجي ولا فلك يسري الا في محبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال لهم جبريل يا رب من تحت الكساء فقال عز وجل اللهم على بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة أبوها بعلها بنوها اللهم صل على محمد وعلى آله فقال جبريل يا رب ما أتاذن لي أنا بدا إلى الرسل كنا من صادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فبدل من جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الحالة
يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي جلالي إني ما خلقت السماء أم مدينة والأرض أم مدينة قوم مرين وشمس وزيدنا فلكا يدور ولا بار يجي ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لنا دخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا من وحي الله إنه نام قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء اللهم صل وسلم فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله لزبانكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل وسلم فقال علي بن عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالة نجيما ذكر خبرنا هذا في مطلع ما في الأرض وفي يوم من شيتنا محبين إلا ونزلت لهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفر لهم الله أن يتفرقوا اللهم صل على فقال علي عليه السلام هذا والله فزنا وفاض شيتنا ورب الكعبة فقال النبي الثاني يعني علي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في المافل المافل على الأرض وفي جمع من شيتنا محبين وفي مهموم إلا فرج الله هم ولا مغموم إلا وكشف الله غم ولا طالب حاجة إلا قضى له حاجته فقال علي رضي الله عنه فزنا صيدنا كذلك شيتنا فاز وصيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطيبين الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام اللهم